خلينا نروح لموضوع تاني عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم، وهي دورة الترقي. عندنا الجولة الثانية من منافسات دورة الترقي المؤهلة لدوري نايل، عندنا مباراتين النهاردة. الأولى هتكون ما بين حرس الحدود مع سبورتينج في ملعب الماكس، مباراة شبه متوازنة، الفريقين معاهم 3 نقاط. الحرس كان فاز على الترسانة 3-2 في مباراة كانت قوية جدا في ميت عقبة، وسبورتينج فاز على منتخب السويس بهدف دون رد في ملعب الماكس. أكيد نتيجة مباراة النهاردة هيكون ليها تأثير على ملامح القمة في دورة الترقي. المباراة الثانية هتكون ما بين منتخب السويس مع الترسانة، مواجهة الفرصة لكل فريق أنه يدخل دايرة المنافسة بعد خسارة طبعا كل فريق في الجولة الأولى، والتعادل مش هيكون في صالح الفريقين تماما، لأنه في حالة فوز الحرس أو سبورتينج هيبعد بصدارة القمة. عشان كده بقول لحضراتكم أن مباراة الحرس وسبورتينج مباراة هتكون قوية جدا جدا جدا، اللي هيقدر يخطف النهاردة هيبعد في صدارة القمة. خلينا نتابع أيضا ونشوف المباريات النهاردة طبعا على On Time Sports، الجولة الثانية في منافسات دورة الترقي اللي هتتلعب النهاردة بإذن الله.